السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ في منهج مادة اقتصاديات الصناعة والطاقة، المستوى الثالث، الفصل الدراسي الثاني. هنبدأ بالفصل الأول، وده بعنوان البلاد النامية والصناعة. أول حاجة عاوزين نعرفها مفهوم الاقتصاد الصناعي. في عدة تعريفات للاقتصاد الصناعي، من أهم هذه التعريفات تعريف فورتمان، وينص على أن الصناعة هي عبارة عن مجموعة من المشاريع أو المشروعات التي تنتج سلعة واحدة متجانسة تجانسا مطلقا. ولكن في بعض العيوب في هذا التعريف، إن أي صناعة كما سبق تتكون من عدد من المشروعات، يكون كل منها في الغالب بإنتاج مجموعة من السلع. إن هذه المشروعات التابعة عمليا لصناعة واحدة لا تبيع في نفس السوق، مش شرط إن المشروعات تبيع في نفس السوق، وهذا ينبع أصلا من كونها لا تنتج نفس السلع، أو إن السلع متجانسة. مش شرط إن السلع لازم تكون سلع متجانسة، من الممكن إنتاج أكثر من سلع والسلع تكون مختلفة. تعريف فلورنس، ينص هذا التعريف على أن الصناعة مجموعة من المصانع تقوم في الغالب بإنتاج نوع معين من السلع، أي يكون نشاطها الرئيسي إنتاج سلعة معينة. نمرة 3، إنتاج السلع محليا بدلا من استيرادها، وهذا يساعد على توفير النقد الأجنبي. نحن نعلم مدى شكوى البلاد النامية من ندرة النقد الأجنبي، أربعة، التخفيف من حدة البطالة، وذلك بشرط أن تكون المشروعات الجديدة جيدة وناجحة، ويشترط كذلك أن تكون إنتاجية الأفراد مرتفعة، لأن ذلك يؤدي لنجاح المشروعات الصناعية.
ماهر. أربعة، أن معدل نمو السلع المصنوعة بغرض التصدير لا يتوقف على معدل نمو السوق المحلي فقط، ولكن يتوقف على إنتاج. تالت عيب من عيوب استراتيجية التصميم لأجل التصدير، إن الدول التي تعتمد على التصدير إلى أسواق الدول الصناعية تعاني من وقت لآخر من أزمات اقتصادية تمر بها